السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أولى وتانية ثانوي كله قاعد على أعصابه ومستني نتيجة أولى وتانية ثانوي. أنا منزل لكم الروابط كلها يا جماعة في المنتدى، ومنزل لكم الروابط كلها في تطبيق أجيال أندلس وموقع أجيال أندلس. طب تعالوا نشوف مع بعض كده النهارده في الفيديو ده تفاصيل إعلان نتيجة أولى وتانية ثانوي اللي إن شاء الله خلال ساعات هتكون معانا. وزارة التربية والتعليم بتستعد لإعلان النتيجة سواء بقى الأولى أو لتانية ثانوي خلال 24 ساعة القادمة، يعني خلاص كله استعد. المصادر الخاصة بالوزارة اللي بينت لنا الكلام ده شركة بيرسون المسؤولة عن منصة الامتحانات بتسابق الزمن عشان تنتهي من النتيجة وتعلنها إن شاء الله بكتير صباح الغد، كما هو متفق مع وزارة التربية والتعليم. المصادر كلها أوضحت إن نتيجة الطلاب أولى وتانية ثانوي ستعلن على رابط الوزارة اللي أنا بقول لكم سيبه لكم أسفل الفيديو في أول تعليق. اللي خلي بالك بقى اللي انتهوا من أداء الاختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي، ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد عن إعلان نتيجة أولى وتانية ثانوي عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خالص، ما فيش غير رابط الوزارة. وأكدت الوزارة أن له لا صحة لأي رابط لأي نتيجة، لافتا أنه لم يتم إعلان أي نتيجة إلى الآن. تمام، ده بالنسبة للخبر اللي وصلني، وقلت لازم أزفه لحضراتكم خلال 24 ساعة أو صباحا بالكتير أو بكرة إن شاء الله قبل الجمعة يا رب، زي ما هم بيقولوا زي ما التصريح قال كده. ربنا يكتب لأولادنا الخير والسلام إن شاء الله، وكل تأخيرة وفيها خير إن شاء الله. قولوا دايما يا رب استعد، كل اللي جاي هو الأحسن طول ما أملك في ربنا كبير، ودايما ثقتك بالله ما تتهزش. هسيب لكم الروابط كلها أسفل الفيديو، وتحياتي لكل أولى وتانية ثانوي إن شاء الله نقول مبروك. تحياتنا من قناتكم قناة أجيال أندلس، ونقول مبروك إن شاء الله. في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.